شبكته. معاكم مدارس دار المعارف، رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي. إن شاء الله النهاردة هنشرح درس للصف الثالث الابتدائي من قسم اللغة العربية. درسنا النهاردة سيتفتى اسمه في منزلي فراشة. ما ألوان الفراشات؟ وماذا تعرف عن الفراشات؟ لو عايز تعرف الإجابة عن السؤال ده تعالى مع بعض نقرأ الدرس. في فصل الربيع ذهبت هنا إلى جدها في الريف، وأثناء تجولها بين الحقول والأشجار رأت فراشة جميلة ألوانها جذابة، فوقفت وهي منبهرة بجمالها لتلتقط صورا لها. تعالوا كده مع بعض يا سادات نشوف. في فصل الربيع ذهبت هنا إلى جدها في الريف، وأثناء تجولها، يعني إيه تجولها؟ تجولها يعني السير بين الحقول. وأثناء تجولها بين الحقول والأشجار رأت فراشة جميلة ألوانها جذابة، يعني إيه جذابة؟ يعني جميلة. فوقفت وهي منبهرة بجمالها لتلتقط صورا له. يبقى هنا شافت فراشة جميلة وألوانها جميلة، فوقفت عشان تاخد صور ايه ليها. راح جدها أعطاها دودة قز ووضعها في صندوق مصنوع من الكرتون وبغطائه بعض الثقوب، وأوصاها بإطعامها ورق التوت. فرحت هنا كثيرا، وعند عودتها إلى بيتها سألت والدتها كيف أهتم بها. ردت أمها بالفعل عليك أن تهتمي بها بمراعاتها، يعني مراعاتها سادلتا يعني الحفاظ عليها، وإتاحة الظروف الملائمة لتحافظي عليها، يعني الملائمة يعني المناسبة. وبعد أيام بدأت الدودة في نسج شرنقة من خيوط الحرير. سألت أمها ما الذي يحدث للدودة يا أمي؟ قالت الأم تنسج الدودة هذه الشرنقة بها ثقب صغير وفراشة تطير في الصندوق. فصاحت هنا لقد خرجت منها الفراشة. قالت الأم الدودة تسمى دودة القز، وتستخدم هذه الشرنقة في صناعة الحرير، وتبيض هذه الفراشة بيضا ليفقس ويخرج منه دودا مرة أخرى، وهذه هي دورة حياة دودة القز. وبكده نكون قرأنا الدرس مع بعض يا سادتنا، وتعالوا نشوف المفردات. التجول معناها ايه؟ السير. جذابة معناها جميلة. منبهرة مندهشة. تلتقط تأخذ. اهتمام اعتناء. إتاحة توفير. الملائمة المناسبة. طيب تعالوا كده نشوف الكلمة وعكسها. المضاد التجول، مضادها ايه؟ التوقف. جذابة قبيحة. اهتمام اهمال. فرحت حزنت. اعتني اهمل. تستمري تتوقفي. حياة موت. طب تعالوا نشوف المفرد وايه الجمع بتاعه. فراشة فراشات. حقل حقول. هدية هدايا. جد أجداد. غطاء أغطية. ثقب ثقوب. شرنقة شرانق. تعالوا نشوف بنك الأسئلة كده مع بعض، وأهم الأسئلة بتاعت الدرس. متى ذهبت هنا إلى جدها؟ وأين كانت تتجول؟ هيكون الإجابة إيه سنة تالتة؟ ذهبت هنا إلى جدها في فصل الربيع. طب الجزء الثاني من السؤال بيقول لي وأين كانت تتجول؟ كانت تتجول بين الحقول والأشجار. برافو عليك. تعالوا كده ندخل على السؤال الثاني. ماذا رأت هنا وهي تتجول بين الحقول؟ وماذا فعلت؟ رأت فراشة جميلة ألوانها جذابة. ماذا فعلت يا سنة ثالثة؟ وقفت وهي منبهرة بجمالها لتلتقط صورا لها. السؤال الثالث، ما الهدية التي أعطاها؟
تعالوا نشوف كده مع بعض السؤال الثالث، ما الهدية التي أعطاها جد لهنا ومتى؟ الهدية هي دودة قز، وأعطاها لها عندما لاحظ اهتمامها بالفراشات. أين وضع الجد دودة القز؟ وضعها في صندوق مصنوع من الكرتون وبغطاء بعض الثقوب. بماذا أوصى الجد هنا؟ هي أوصاها بإيه سنة تالتة؟ تعالوا نفكر كده مع بعض. برافو، أوصى الجد هنا أن تطعم الدودة ورق التوت. السؤال السادس، ماذا تنسج الدودة حول نفسها؟ تنسج الدودة حول نفسها شنقة من خيوط الحرير. السؤال السابع، كيف وجدت هنا الشنقة بعد مرور أسبوعين؟ الإجابة هتكون وجدتها بها ثقب صغير وفراشة تطير في الصندوق. ماذا تحتاج دودة القز لتنمو؟ تحتاج دودة القز الرعاية والاهتمام. برافو عليك يا ساتر، تعالوا مع بعض كده نشوف التدريبات على الدرس. ضع علامة صح أو علامة خطأ. 1، لم تفرح هنا بهدية الجد. هي ساتنت، الكلام ده كان صح ولا غلط؟ هي فرحت ولا ما فرحتش؟ لم تفرح هنا بهدية الجد، صح ولا غلط؟ برافو، خطأ، إن هي فرحت بهدية الجد. وقفت هنا منبهرة عندما رأت الفراشات. نفكر مع بعض كده ونفتكر القصة قالت لنا ايه. برافو، صح. 3، أعطى الجد لهنا دودة قز هدية. ممتاز، إجابة صحيحة. أوصى الجد هنا أن تطعم الدودة ورق التوت. صحيحة، برافو عليك يا ساعة تالتة. 5، تمسك الدودة شنقة حول نفسها. إجابة صحيحة، برافو. 6، لم تهتم هنا بدودة القز. إجابة خاطئة، اهتمت هنا بدودة القز. 7، تستخدم الشنقة في صناعة الورق. خطأ، إجابة خاطئة يا سنة تالتة. وبكده نكون انتهينا من تنسيق النهاردة، وإن شاء الله مع درس جديد من دروس اللغة العربية للصف السادس الابتدائي.